سأل الدكتور رائد التنوير محمد شحرور رحمه الله، يقول تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. أين مصداقية هذه الآية من المعاقين عقليا وجسديا؟ أجاب رائد التنوير الدكتور محمد شحرور رحمه الله: أحسن تقويم يمكن أن نفهمها على أنها في أحسن زمن، وذلك بناء على فهمنا للتقويم بأنه الزمن، وهذا الزمن هو زمن نفخة الروح، وهو أفضل زمن تاريخي من حيث التطور باتجاه الإنسانية. أما المعاقون عقليا وجسديا فنتيجة طفرات وخلل معين لا بد أن يجد العلم طريقا للحل يوما ما، أي هذا من اختصاص الإنسان.